السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، الناس اللي بتحب العربيات المستعملة وبتحب الكسر الزيرو ودايما بتسألني انت عندك عربيات مستعملة. النهاردة نزل لكم بفيديو لأول مرة، فيديو طلقة، فيديو ملوش حل. بس قبل اي حاجة لازم تدعمني ودوس اشتراك وتدوس لايك وتكتب كومنت حلو بسبحان الله. يلا بينا يلا بينا اقول لك العربيات اللي عندنا المستعملة. اول عربية عندنا ستروين سي 5 الجديدة، زي ما حضراتكم شايفين كده العربية لون فيراني، العربية طبعا اللي هي أعلى فئة بضمان أسراوي. بالنسبة للأسعار اكتب لي طلبك في تعليق، علشان طبعا لما انت بتكتب لي تعليقات كتير بنقدر نوصل في محرك البحث بتاع اليوتيوب ان احنا قناة مميزة في السيارات في مصر. وطبعا في ناس كتير او مصريين قاعدين بره مصر بيكلموني. العربية التانية اللي معانا عربية بي ام دبليو اكس 6 لمحب بقى العربيات الرياضية والعربيات الفجرة، تمام. العربية دي طبعا غول على الطريق، وحش، اسد، نمر، فهد، قول زي ما تقول. العربية دي بتقطع الطريق، يا سلام بقى تاخد الحتة معاك وتطير بيها. اكس 6 اللي معانا دي عربية يعني ام سبورت، يعني الرياضة كلها. طيب نخش على اللي بعديها، رينج روفر. اوعى اوعى السبورت، يعني الرياضة، يعني رجال الأعمال، يعني الأموال المتحركة على الأرض، يعني كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة في الدنيا هتلاقيها في العربية دي. بقول لكم يعني أموال متحركة على الأرض، تمام. طبعا ناس كتير هتقول لي انت ما بتقولش مواصفات. لا، ما انت تكتب تعليق علشان انا الرانك عندي يعلى، تمام. فبناء عليه ان شاء الله، فبناء عليه ارد عليك. تويوتا كرولا زي ما حضراتكم شايفين كده مستعمله فتحه سقف. طبعا ناس كتير قوي بيدور على العربيه دي، موجوده عندي، ادي العربيه موجوده عندي كسر زيرو. ناس كتير برضو هتقول لي العربيه مواصفاتها ايه، انا مش مخبيها ولا حاجه يا جماعه. انا عشان وقت الفيديو وقت حضرتك العربيه عامله 18000 كيلو زي ما حضراتكم شايفين، فتحة سقف، فرش جلد. طيب مواصفاتها نحكيها مع بعض في الكومنتات. المعرض ما يتوهش في 30 شارع احمد عراب المهندسين، معرض سيارات عبد الله بجوار بيتك. العربيه اللي بعديها بي ام دبليو، يعني الاناقه والشياكه والعربيات طبعا اللي هي الهاتش باك، العربيات البنات الجميله 118 اي زي ما حضراتكم شايفين كده، فتحه سقف طبعا. عربية تجيبها لبنتك وانت مطمن عليها، تجيبها لمراتك ما تقلقش عليها، تمام. عربية قوية، عربية رياضية، شياكة قوي، عربية برستيج، تقدر او تقدر تروح بيها شغلك، ملفتة للناس اللي بيحب الفخامة في العربيات الصغيرة. يعني اقصد في عربيات عندنا طبعا تانية برضو، رينج روفر زي ما حضراتكم شايفين كده، ماشي. الرقم بتاعها وعد، وعد الحر دين عليه. زي ما حضراتكم شايفين كده العربيه برضو لونها تحفه. بالنسبه للمواصفات العربيات اللي بنتكلم عليها دي كلها يا جماعه، يا ريت تكتب لي كومنت ان شاء الله ارد عليك. وما يمنعش برضو انت لو عايز حاجه زيرو من اللي انت بتشوفها واحنا ماشيين دي، الاوبلات، الرينو، ما اعرفش ايه، طبعا هنرد عليك على طول. المعرض ما يتوهش 30 شارع احمد عرابي المهندسين بجوار بيتك، 02-330-42173. في عندي سكودا برضو، سكودا اوكتافيا. طبعا العربية دي عربية قوية جدا على الطريق وليها ناس بتحبها قوي. يعني انا عندي ناس ما بتركبش الا سكودا، 72000 كيلو، عربية زيرو، زيرو بمعنى الكلمة. تلحق بقى، يا تلحق يا ما تلحقش، الحق يا ما تلحقش. اقوى فيديو في مصر على الاطلاق بتاع عربيات، اقوى فيديو في مصر في تشكيلة عربيات مستعملة رهيبة. العربية اللي بعديها معانا برضو رانج روفر سبورت، لونها ابيض زي ما حضراتكم شايفين كده. ف يا جماعة بصراحة رجال الاعمال لازم تحضر، لازم تحضر وتيجي عندنا في 30 شارع احمد عرابي المهندسين. كل رجل اعمال بيدور على العربية، ما تلفش ولا تدور. لا 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 لا، ابعت يا باشا حد يا باشا يبص لك على العربيه ونفذ وقتي، مش هتلاقي العربيات الالماظات دي عندنا تاني، ومفيش مستعمل في السوق.
العربية اللي معانا دلوقتي دي فوج، اوعى مركبة. مركبة ايه؟ سفينة. سفينة ايه يعني؟ هنقول ايه بس عليها؟ والله انا مش عارف. جزيرة ماشية في البحر، جزيرة كده ماشية في البحر. يخت حاجة يعني، يخت دي كلمة صغيرة، قلت سفينة. لا الموضوع مختلف، الموضوع مختلف يا جماعة. برضو مواصفات واسعار، رقم التليفون 02-330-421-73. بالنسبة برضو انت لو انت حابب برضو حاجة زيرو بقى من الموجودين عندنا دول، عيني ليك، ما عنديش مشكلة. تويوتا لاند كروزر بجيرو زيرو، في واحدة بتتسلم هناك اهي. معلش بقى نظرا للاعمال اللي بتحصل في الشارع. في تاني برضو انه فرجوا عليه. في تاني في سيروين سي 5 تاني لونها ابيض برضو، اللي عايزها يكلمني. احنا بص، احنا مع بعض يعني. اعتبر ان المعرض ده معرضك، واعتبر ان القناة دي قناتك، واحنا مع بعض. بس زي ما قلت لك، بالله عليك استحلفك بالله انك ما تخرجش من اي فيديو من اللي عندي الا لما تدوس اشتراك وتدوس لايك وتكتب لي كومنت. اي فيديو انت بتلف في القناة ولف لف. بص، الحاجة اللي تعجبك دوس عليها لايك، حاجة ما تعجبكش دوس عليها لايك برضو، تمام؟ الحاجة اللي تعجبك اكتب كومنت، حاجة ما تعجبكش اكتب كومنت سلبي، عادي عادي. اهم حاجة نوصل للي احنا عايزينه، 100,000 مشترك وبعدها المليون على طول. لان ان شاء الله احنا مكملين مع بعض يعني، احنا مع بعضنا، احنا مش هنسيب بعض. جاك.